الحمد لله كما ترى اليوم وكأنه لم يغلق، يعني توافد كبير للمشترين وللباعة وللناس ولله الحمد. هذا إن دل إنما يدل على السمعة الطيبة لهذا السوق السيارات، الناس كانت تتلهف أنه لإعادة فتحه. كذلك باعتبارنا على رأس المجلس الشعبي البلدي والسلطة التنفيذية للبلدية قمنا بتأهيل الأرضية للسوق الأسبوعي للسيارات. هذا لاحظتم خويا حمزه، يعني سوق تجلى منها وتبدل شويه، مش كما كان يعني هذيك الصوره السيئه اللي عليه، الحمد لله راح تتنحى. قمنا كذلك باعاده تجديد الاناره العموميه من ميزانيه الولايه، وكذلك في الايام القادمه سنخصص مبلغ غلاف مالي لاعاده لتهيئته. يعني كبطاقه فنيه سيدي الرئيس بلديه جلابين، كبطاقه فنيه هنا هذا السوق يتربع على ما على مساحه على ما اعتقد 13 هكتار. 13 هكتار طبعا، هو المساحه الاجمالي لسوق سيارات هو 13 هكتار، و 13 هكتار، اكثر من 13 هكتار، 13 هكتار و800 يعني سعه تاع برك. احنا قمنا بتاجير 8 هكتارات، قمنا بتأجير 8 هكتارات، باقي الهكتارات هي راهي مغلقة، نحتاجينها وتكفات هذه الحمد لله 8 هكتارات كفات. السعة الاستيعابية والقدرة الاستيعابية سوق سيارت يستيعب أكثر من 2000 سيارة، أكثر من 2000 سيارة، يعني السعة القصوى نتاعو حوالي حتى 4000 و 5000.